يا بت؟ عجبتك يا واد؟ زي الزفت. يا خرابي يا خرابي. ايه ده؟ كريم ايه؟ اسمي جمعة شربان. جمعة؟ عدد الاسامي يا جمعة. ايه ده ايه ده؟ ايه الجمال الغبي ده؟ مفيش ملامح. يا خرابي يا خرابي. لا 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 لا، بسم الله ما شاء الله. يسرى يا بت. يا خرابي يا خرابي. يسرى ليلى علوان كده. ينوي ايه ده؟ لا انت شوفي الخالق الناطق مين يا بت؟ انت ابراهيم النصر. ربنا يكرمك. على الله. اقعدي اقعدي معايا. اقعدي اقعدي معايا. مع الجمبري. النبي حته الجمبري صح يا كده والنبي. روقها. اضرب معاك. فينك يا صبري؟ اصطلح على الصوت معاك. الصاحي. يا رجاله مش ناطقك. امشي. خد لك ساتر. خد لك ساتر يا قول. خير. قول يا رجلين. خير يا ست. ما قالش جاي امتى؟ يا ست الغايب حجته معاه. قلت لك يا ست عنات الولد ده لعب ما ينفعكيش. بحب رجلين. هجيبه هجيبه لوحدي. احب الجمال المعفن. ايه ده؟ ايه؟ بصي بقى يا بت. ما دام اتفقنا يديني يديني. واحد يا عنات. انت مين ساكن فين؟ كرموز يا قلبي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت ساكن في كرموز يا بت؟ برضه. قشطه. نملى كام كرموز؟ 24 كرموز. خرابه يا جدعان، انا ساكن 24. دي فرجه. الدور الكام بقى؟ الدور الخامس. الخامس؟ ده انا في الخامس. يمين بقى ولا شمال؟ لا يا وليه قلب الوش على طول. لا يا ابني يا ابني، انت كل يوم تيجي تذكر انت وامك وتعملوا الفيلم ده. عادي. يلا بره بقى يا عم برامرم. عامل ايه؟ ايه ده جت امتى دي؟ لسه راميها الونش حالا. طب هات لي بالنور هنا. انزل بسبرتو. ها عامل ايه يا نونو؟ بحبك يا شادي، بموت فيك. نفسي مره واحده بس تقولي كلمه حلوه. بحبك بس كده. كفايه عليك. ليه بس يا شادي؟ ايه يا جدعان، احنا لسه ما سكرناش. انتوا شايفين اللي انا شايفه؟ يا نهار اسود. شايف البنت اللي زي القمر اللي داخله بعلبه صلصه معفنه دي؟ الله الله الله، ايه التوزيع الغلط دي؟ حاجه يعني بقى ده يقع في دي وانا اقع في الزريبه دي؟ ارزاق. البنت دي اول مره تيجي، ايه حكايتها يعني؟ دي متربيه وبنت ناس متعلمه. شكلها باين. مش بس الكل والمخدرات هرش الدماغ. اه عزمني على حاجه. ده. بس ما تبصش هنا، خليك هنا. خليك هنا. مساء الخير. احب اوجه لك رساله باسم شباب مصر. اتفضل. المنظر ده يحرق الدم لاي شاب عشان تبقى عارفه. منظر ايه؟ منظر ايه؟ الصرصار اللي انت داخله لنا بيه ده. صرصار ايه يعني؟ شباب مصر كلهم فرامهم قطر، وده اللي نيجي قدامك على انت هبله؟ انت قابلتيه في السجن ولا ايه؟ جدعه ما تشهلك. ايه ده ايه ده؟ اسود بالقصع جعفر. ايه ده ايه ده؟ لو سمحتي لو سمحتي. نعم. ممنوع الرقص مع الحيوانات هنا. يلا بره. فين الحيوانات دول؟ الناموسه اللي انت داخله بيها دي. مالكش دعوه بينا. يلا هات بره. يلا انت هتتطوب. يلا يا نهار اسود. حرام عليك، انت عملت فيه ايه؟ والله ما كلمته، تلاقي حد رشه بيرسول. يلا خديه. انت فين يا عجل؟ انا ايه ده؟ ده مسك الزباله. ده انا خلاص طوال يا بره. الله يتعب. ايه ده؟ ايه يا بنتي؟ انا سامع ان انت بنت ناس. ازاي تقع الواقعه السودا دي؟ اعمل ايه؟ ما انا بدور على فارس احلامي. وما لقيتيش الا ده؟ ما انا مش لاقيه. مش لاقيه؟ تدورتي في صحراء ولا ايه؟ لا مش لاقيه. مش لاقيه ايه؟ طب ايه؟ ايه؟ يجيك قهوه. ايه؟ ايه؟ ايه يا بت؟ فارس فين؟ فين ايه؟ انت قاعده على البحر اهو قدامك. انت جعفر عم الخماره دي؟ لا بس انت فيك عيب. يا صلاه النبي، انا اللي فيا عيب والمسمار اللي دخلت بيه ده قمر؟ انت المخدرات لحست مخك. انت مش فاهم. ايه؟ انا كان نفسي فارس احلامي يبقى طويل. نهار اسود على السيره الزفت. ايه حركتك؟ حركتيني ليه؟ اتحرقوا القصيرين. انا مال. انت مالك؟ تعال تعال انا فاهمك بس عشان انت لسه صغننه. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. بص يا ماما، صدقيني الايام اثبتت ان الزوج القصير افيد بكتير من الطويل. اسمعي الكلام. ازاي بقى؟ جربي لو جوزت واحد طويل، لو مشي في البيت هيكسر لك النجف وهيبهدل الدنيا. قلق القصير نسمه كتكوت عايش معاك. كتكوت ايه؟ وانا عايش مع كتكوت ليه؟ والله ريحه خفيف. اسمع الكلام. وبعدين الزوج القصير مش مكلف خالص. ازاي؟ بنطلونه قد كده، قميصه قد كده، باربعه جنيه تروقيه في العيد. اسمع الكلام. لا اسمع الكلام وجربي. لا. وبعدين الزوج القصير بيقلل نسبه الكوليسترول في الدم. انت هتفتي في الطب. جربي وانزلي بجوزك القصير وسط البلد، تركني في اي حته. ايه ده؟ جربي. طب انت هتعملي ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت بس قشري، قولي نفسك في ايه.
ضحكتين عقد اللولي نفسك في ايه ردي قولي يا ضحكتين عقد اللولي هاتوا العصاية عشان هرقص وتعالي على رأسي وميلي هاتوا العصاية عشان هرقص وتعالي على رأسي رمشي وتعب من تسبيلي هاتوا المطاوع عشان هرقص وتعالي على رأسي وميلي ميلي 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 يا حمو يولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نجينا من العفاريت وست العفاريت أشتات شلوت أشتات شلوت قلنا يا رب قلنا يا رب بلاش العفاريت اللي في كي جي وان دي ايوه عيال صغيره كده بيعملوا حاجات مش مظبوطه قلنا عليا النعمه انا عبيط في حاجه اسمها عفريت في كي جي وان طب الواحد يطلع عفريت في ثانوي عفريت في اعدادي لكن في كي جي وان وده نصرفه ازاي ده ايوه ايوه ماما زمانها جايه بابا تتتتح بابا قبح
واللي معاه خاطبته يتنيل على خيبته. بابا تتتتح بابا قبح يا اخي اتنيل انت على طولك. وهي افتح شيطان رجيم. ايه يا باشا؟ ايه يا انت اللي بتعمله ده؟ ببخر يا باشا. في واحد بيبخر كده؟ في كده؟ عشان يمشي بس. تعالى هنا. نعم يا باشا. الراجل اسمه بقسومات اللي جايبينه ده يصرف العفريت. ماله يا باشا؟ متمكن من نفسه ولا جاي راخر ياخد قرشين ويمشي؟ يا باشا هو اساسا اختصاصه عفريت، ثم العفريت بتاعك ده في كي جي 1 يعني يصرفوا لك في حصه. بس انت صنع النبي صنع النبي. اعوذ بالله. اشتهيتان شلوت اشتهيتان شلوت. اللهم ابعد عنا العفريت. لا 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 لا، ايه الدخان اللي مال القصر ده يا فتحي؟ فيه ايه؟ ده مش دخان يا استهان. امال ده ايه؟ ده بخور. والبخور بمناسبه ايه؟ لازم ريحه القصر تبقى حلوه عشان لما يجي الاستاذ بقسومات اللي بيصرف العفاريت. الاستاذ ايه؟ بقسومات. في حاجه اسمها بقسومات؟ اه والله. وبقسومات ده يجي ساده ولا بسن؟ لا هيجي ماشي ولا على صاد. يا ريت نحترم بعض شويه بقى. ليه؟ لان انا اللي بتاع لي العفريت وانا اللي بعت اجيب بقسومات. منين؟ من الفرن. ايه الادب دي؟ ليه انتوا مش عايزين تصدقوا ان انا بتاع لي عفريت عيل عن 3 سنين في كي جي 1؟ يعني مدارس لغات يا وكيل. وانا اللي صرفت عليه، هو نازل متعلم. انا معادي. هاي مداد مداد. وصل 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 وصل. مين الوصل؟ صاحب الطلعه البهيه والخطوه اللي هي حلال الوعد الأبية، الأستاذ بقسومات ابن الست نجية. خليه يدخل يا ابني الخبية. خلي الأستاذ بقسومات يتفضل يا ابني قبل وشه ما يتحرق. بس بقى أنا بخاف من الحاجات دي قوي. بتخافي من إيه ده بقسومات؟ إذا ما صرفش العفريت هناكله. أنا رأيك والله. اتفضل يا أستاذ بقسومات. مين ده؟ ايه ده؟ انت جايب لنا علي بابا يا ابني؟ في ايه؟ ده مش بقسومات، ده كايزر. بس بقى احترم نفسك، الراجل ضيف عندنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايه ده؟ ده هو يخرب بيت الشهرة يخرب بيتها. اصل انا بدي محاضرات في التلفزيون عن الجن والعفاريت فاكيد اتفرج. ايوه انا كمان شفتك. فين؟ في قناة الاطفال. سيب في الاطفال. ايوه كنت بتكلم على العفاريت الصغننة. حضرتك اللي بتعمل برنامج زيزو النتن؟ ايوه حبيبي. تشوف زيزو النتن؟ شوف زيزو النتن. ايوه اخويا زيزو انا النتن. ده فرحان. بس يا ست مالك؟ انتوا عندكم في البيت ده عفريت؟ يعني جايبينك تنصور جنبك في ايه؟ تنصور؟ بقول لك عندكم في البيت عفريت. اه انا خايف. خد 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 والنعم. خد يا راجل انت لما انت خايف جايب ايه؟ انا خايف عليكم. بقاله قد ايه في البيت؟ بقاله فترة. مين شافه؟ انا شفته. مين سمعه؟ انا سمعته. قال لك ايه؟ بسني. بسك؟ اه ده عفريت عنده نظر على فكرة. وانا ما بسنيش. عفريت عنده عزة نفس وكرامة. تجمع مين؟ اديك في وشك ابعدي. بسم الله. مين الكبير هنا؟ ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم الاخ؟ الوكيل يا سيدي. توكيل؟ لا. ايه الاسم السخيف لا ده؟ لا الوكيل. ليه باباك سماك توكيل؟ شغال في الشهر العقاري بابا؟ إيه ليه كده؟ اختك اسمها كونتراتو؟ يا عيني. انتوا من عيلة دفتر بتاع الدمنهور. عمك كراسة كان صاحبي. في ايه يا راجل انت؟ في ايه؟ ما شاء الله عليك. وانت ابوك كان شغال في فرن عشان يسميك بقسومات؟ وماله بقسومات؟ البقسومات طويل وانت بتيفور معفن. اختك اسمها قرص؟ ابوك اسمه الحاج فينو؟ كده 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 كده. امال ايه اللي بتعمله ده؟ انا هرد لك الاهانه بعد ما اقوم بواجبي. بسم الله. بسم الله يا حاج توكيل. ايوه. العفريت اللي عندك نوع من الجد. ايمان. هجيب لك ميه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا. رجاله مين يا عم؟ ضيوفك. ضيوفك. انت هتعمل فيها جوز اختي؟ اقف لنا بقى. ايوه شرفتنا يا سيدي. عارف مين في بيتك يا راجل؟ مين؟ واو. مين؟ واو. يا واو مش فاكرني. انا بتاع الرحله اللي اتلغت. واو الترابيزه اللي على الخرم مديحه معاه. واو واو. ولا لا دي واو الجماعه غير الواو بتاعتكم. ايه يا طايزه؟ مين يا طايزه؟ ايه طايزه دي؟ تصدي فيكم وانا فاهمه حاجه.
ده يظهر الكلام بجد. انت هتصدقي الاستاذ صوابع زينب اللي جايبينه ده ولا ايه؟ سيبوني عليه وانا هلاعبه. ازيك يا استاذ بقسومات؟ اهلا يا ست. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. تحب تشرب حاجه ولا اجيب لك كوبايه شاي بلبن اسقيك فيها؟ حتى انت انفدي بجلدك لقلبك مسوره وانت واقفه. جرايه يا سمكري. جاي اديك في خدك. بسم الله. استاذ قرقيش الواد ده متخلف. شويه. ها؟ انا عايزك. انا بحس بيهم. انا عايزك. هو بيلعب في الضيوف كده على طول يا حاج. ايوه بس مش مؤذي. انا مالي ده هيفرهدني. طب الراحه استني يا عيني. ده مرض نفسي جديد من النوع اللزاق يا حاج معروف. اسمه في امريكا سوليتيب. بيتعالج ما تخافش. بيسموه في اليابان اوهو قد كده. ده بقى النوع المصري الامير اللي ما بيطلعش ده. خلاص ماشي. ايه؟ طب بالراحه بالراحه بالراحه. تعبانه تعبانه مره تعبانه والله مره تعبانه. طيب يا استاذ عايزك انا اعمل بيه ده مجنون. اعمل ايه؟ عايزك عايزك خدمتك يا سيدي. أمر عايزك بس مش عارف فين. تعال ناخد شقه في الهرم. مش عارف فين ايه ده عبيط ده ولا ايه؟ عايزك في موضوع. أمرني. تعال. ايه انت بتكلم صرصار في الارض؟ ما تقف بقى. عاوز ايه؟ عايز خدمتين قبل ما تصرف العفريت. اول خدمه اركب عربيه مرسيدس. عربيه ايه؟ مرسيدس. وعايز العفاريت تجيبها لك. يا ريت. العفاريت ما بتجيبش مرسيدس مستحيل. طب بلاش. ايه؟ مرات الست وحشه قوي وعايزها حلوه. يا ريت يا استاذ. معاك صوره ليها؟ لحظه. هات لحظه. كتر خيرك. هات اتفضل. عايز المرسيدس لونها ايه يا حبيبي؟ العربيه. في كلمني على العربيه. عايزها ايه؟ طب بص هنا. لا 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 تاخد الصوره دي وتروح لعمك غبور هيكتب لك تنازل عن المعرض. يلا يلا. تعبان تعبان عالجوا عشان بيموتوا في الحوض. خلي بالك في الحوض النوع ده. ايوه. لا لا ايه احنا هنرقص ولا ايه؟ ايه ده؟ لا معلش. لا ممكن يتلبسوا وهم واقفين. بس يا اولاد بس. أيوه. بس اتفضل. يا حاج استمارات. إيه؟ مين استمارات؟ استمارات توكيل كله ورا حكومه. كبيرك امضى وبيرموك في درج ما تقرفناش. يا سلام. ما انت كبيرك كحكه وبيرموك في صاج. يا حاج. ايوه يا سيدي. بسم الله. هات لي حله ألمنيوم. حله يا مريم. حله يا ابي عيد. يلا السمع والطاعه. اتفضل الحله يا استاذ بقسماط. هات الغطا من ورا ظهرك. الله اكبر الله اكبر. انت شعرفك ان الغطا ورا ظهره؟ شفته وبيخبيه. يا عم اصحى اصحى. بسم الله. يابا يابا. يا عم انت الرعب اللي انت هتعمله لنا ده. انا لازم اعمل رعب؟ مش جاي اطلع عفريت ولا جاي اركب لكم الستاير انا؟ اهدى يا بابا اهدى. بسم الله. الحله دي ألمنيوم؟ ألمنيوم. وعندنا كمان ألمنيومين. يا راجل شوف عيله ما بتخلفش تصدق بيه. خد ثوابه. والله صدقت بيه بيرجعوه تاني. عندهم حق. ايوه بسم الله. يا ساتر يا رب. اتفضلوا. يا اختي ايه ده؟ ايه ده؟ انت طالع لهم؟ استنى يا عاد طالع لهم يعني؟ لا مش دلوقتي. عشان لو طالع اصل انا ليا فلوس فوق. ايوه بسم الله. يا اختي يا اختي ساتر يا رب. ايه ده؟ ايه البيت ده مخروم من فوق؟ يا ساتر يا رب. انت بتعمل ايه؟ استنى عاد. ايوه ده حركه حلوه. ايوه عرفوا لي مين هو. ايوه اسمه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت اللي عندك اسمه عفروت. الله ينور عليك. امشي بلاش غلاسه. ايه التلامه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الراجل في رقبتي. ايوه اسمه امه ايه يا حاج؟ ايوه العفريت امه اسمها عفريت. الله ينور عليك. انت هتدخل عليا العربيه يا حضره الضابط. شوف الشحاتين دول. ايه ده؟ فين الضابط؟ الراجل ده وريحه الفل بتاعتك وحشه. فل؟ ايوه فل. ايه؟ ايوه ابوه يا حاج. ابوه اسمه امشي عليك. هتخش الحمام عليا يا ريت. انا ايوه ايوه بسم الله. انتوا هتدخلوا تلاتات تلاتات. الله انت مطلع العفاريت رحله في بيتنا ولا ايه؟ مش فاهم. استنى يا خالد. ايوه تلاتات تلاتات. وقوطة هو اللي هيتقدم. ايوه ايوه يا قوطة. شوف طلباته ايه. جاي من ايه؟ انت بتعصي اوامري يا قوطة؟ جرى يا عم قوطة. انت هتعمل لنا فيها كاتشب. لا خلاص. اوعى صلي ده انا فعاصة. صلي على النبي ما تخافش. لا لا انا هحرقوه. لا انت بيتي مساحتي. يا قوطة يبدو ان انت نسيت انا بقسومات. يا قوطة مش حتة جبنة شيدر وحات ابوك الواحد على لحم بطنه من الصبح. شيدر ايه؟ استناني. ايوه بسم الله بسم الله.
عددكم زاد المره دي. اتفضل. ايوه يا استاذ حمام، حياه النبي ما تحرمني. ولا اسف، خدني واطلع. ايوه حلوه قوي الحركه دي. شرفتونا، اتفضلوا. اتفضلوا فين؟ ايه 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 اتفضلوا دي؟ اتفضلوا هنا، احنا جايبينك تصرف مش تجيب يا استاذ. انا مش معقول هشرح للعبيط كمان. اسكت يا جماعه، هفهمك بعدين. ايوه بسم الله. وبعدوا بقى خلاص، بس ابعد يا خالد، ابعد يا واد لحاجه تيجي. بس بقى كل واحد اما نشوف هيعمل ايه. يلا ايه ده؟ يلا بس يا وليه بلاش ضحك في حضره الاسياد. طيب ما تترعش لا تتلبس، خليك انت سابق. يلا ايه ده؟ انت اللي جابك انت؟ ايه اللي جابك؟ مين ده؟ الواد صلصه. ايه؟ هنطبخ فيه ايه؟ ايه اللي جابك؟ انا ما بشتغلش معاك، شغلك مش نظيف. يا عم انت بتحضر نقاش شغله مش نظيف، ارحمنا بقى. استنى يا خالد، الموضوع هيقلب غم. انت ايه؟ ايه الجرأة دي؟ جرأة ايه؟ يا نهار اسود. انت باصص فين؟ استنى هو هنا؟ انت بتحرجني قدام الزباين؟ يعني انا مش يعني ايه، هسيب الشغلانه اديها لك يعني؟ مش هتشتغل. هو جنب البتاع دي. استنى يا حاج، ربنا يستر علينا جميعا. ربنا. ليه انا الكلمه دي؟ يا نهار اسود. انت راجل، انت سلاح. ده رئيس عصابه. ايه الراجل ده؟ اوعلى تاخد مين؟ ايه تعالى يا حاج. ايوه خد الواد العبيط، هربه، العفاريت عايزه تاخده. روح روح يا قاسم، روح روح، وانا هزورك خميس وجمعه. روح. اروح فين؟ بيقول لك شغله مش نظيف. ممكن 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 ياخدوا خالد. لا 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 ياخدوا خالد. لا بقول لك انا مش عايزه يا راجل. يا خالد لا عايز ايه؟ ده انا دمره. ايه اللي انت عملته ده؟ استنى. ايه اللي انت عملته؟ العيال هتقتل بعض. استنى. ايه؟ استنى انت. تعالى ابعد عنه ما يأذيك. صدق بالله اموته وخساره انك ايه؟ يلا يلا يلا. انت يا راجل انت. ايه؟ انت جاي تصرف العفريت ولا هتصرفنا احنا؟ تعالى ويكون في علمك، لو عفرته ما انصرفش كل دقيقة هقتل واحد من اصحاب البيت. ليه؟ قتل خاطف طيارة يا اخويا. تعالى. ايوه لا الدخلة دي مش عليا انا، بالادب. احنا متشكرين يا سيدي، احنا عاوزين العفريت. شكرا. كنت تقول من الاول. ايوه ليكوا طلبات على الجزمة. ده الحاج وصل امانة صاحب البيت. وصل امانة؟ وصل امانة ايه؟ مش مشكلة مش مشكلة. يستعملوني غلط. ايوه يا حاج. ايوه الاسياد ليها طلبات. حاضر. هتجيبها؟ نجيبها ان شاء الله. تعرف لو قلت هتجيبها وما جبتهاش هيحصل ايه؟ هنشقلط كلنا ورا بعض. وانت؟ انا اول شقلوطه فيكم. من الاخر انا راجل صريح. خلاص الشقلط اموره يا سيادي. اول طلب. حاضر. عايزين اتنين مغاربه بس يكونوا من اصل مغربي. اتنين مغاربه؟ مين هما دول؟ بيقولوا عبد القادر ياه باقي الحال. ينفعوا دول؟ ايوه بابا تعال. إيه؟ خلي بالك هما بيحبوا العبط. ها طب ما كويس، انا عبيط يا ما انا عارفين، بس هتتاخد من وسطينا مش هعرف اجيبك. ها لا هتشقلط لوحدك فوق. لا خلي بالك. ايوه هيجيبهم يا سيدي. تاني طلب. حاضر. عايزين اتنين زيمبابويين. مش عارف يقولها. بس يكونوا من اصل زيمبابويين. دول بيقولوا عبد المحسن ياه. هم دول؟ لا ده شكله عايز يطلع خميس وجمعه. سيبه يلا ربنا معاه. ايوه حاضر. عايزين اتنين شيشان معسل تفاح. ها احنا عاوزين نشقلط. ما تهزرش، لازم تجيب الطلبات. حاضر حاضر يا سيادي. فعلا وصلت يا مين؟ جت مصر الطيران ولا ميدل ايست؟ مين ده؟ احنا فين؟ مين دي؟ حضرتك مستني المدام او حاجه؟ لا مش المدام، مدام في طوكيو. بتعمل ايه في طوكيو؟ بتدرس حالتي. جات ولا بتهزروا؟ رشوا البخور. رشوا البخور؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف حمد والف شكر ليك يا رب. ليه؟ اخيرا لقينا حد تبص له تحت. امور يا ستي. ستك؟ امور يا حجه. حجه ايه؟
فينو ولا بلدي؟ هي بعتك الفرن يا راجل. ده احنا نجيب الطلبات. انت شغال يا احسن. عايزين اتنين مربى دلوقتي. نجيب منين المربى؟ يعني احنا كنا جبنا المغاربه ولا الزيمبابويين؟ هتجيب منين المربى؟ من عند عبد العاطي. تعالى. ايوه الناس وافقت، بلاش رزاله بقى. انا ليا طلب قبل ما افرطه ينصرف، ابوه ينزل هنا يعتذر لاهل القريه. قريه ايه؟ احنا في الساحل الشمالي يا راجل. هجيب لك ابوه يعتذر لك. عايز ايه تاني؟ حاج عفارت. انت تعرفه منين؟ عليه فلوس ليه؟ هتشوفه اعمل لك ايه. ايوه يا سيادة. ايه؟ لا يا سيدي، انا اول مره اشتغل هنا. في ايه؟ خلاص مش مشكله، اكشف عليه. تكشف علينا على اساس ايه يعني؟ ايه ده ايه ده؟ إيه؟ هكشف عليه. لا ما يصحش. ليه؟ احنا معانا ستات. يكشف علينا ازاي يعني؟ ايه اللي يكشف علينا؟ هو بيقول ستات. انت بتتحمقي ليه؟ انت مالك؟ حضرتك تكشف عليه اماره ايه بس؟ هوريك الاماره. رجلك دي فيها كام صباع؟ زي بقيه البشر خمسه. كفايه عليك اربعه. رجلك دي كام صباع؟ اتنين. اوعى تكون بتكذب. اتنين والتالت لسه بيقشر. تعالى رجلك دي كام صباع؟ انا عندي خوف. تعالي رجلك دي كام صباع؟ انا زواحف. اشمعنى دي يعني اللي عتقتها؟ هي كلها صباع، سيبوها في حالها. بسم الله ما شاء الله. ايوه ايوه يا سياده، خلصونا من غير ما يأذي حد. يحضر بعد اذن حضرتك. خليه يحضر يا بيه بعد اذن حضرتك. انا شايفك من ساعه ما جيت هنا وانت عمال تستضيف ناس، يعني يحضر يحضر، ما شفتكش بتصرف. انا بحوش يا خالد، عريس جديد. ايوه نازل. بسم الله، احلى تحيه للعفريت اللي نازل. يا راجل انت بيتك بتحضروا فرح بلدي؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ امسك يا زورت. ايوه ايوه. بسم الله. هيفرفر تاني؟ طالع له؟ لا هو جاي لي مستقبله. طب وانت تتفرفر له ليه لما هو جاي؟ استنى يا قاعد في بيتك. بسم الله. خالد نعم. هات البيت الصغيره الاموره. تعالى يا مريم. لا لا انا خايف. ضحي انا. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ قال لكم الصغيره الاموره، ما انا واقفه اهو. ارجعي لاحبسك. يلا تحبسني ايه؟ نط من البوكس. ايوه. مدغور في ده يقعدوا في اي حته يعني. مين دول؟ روح فين؟ اسكت انت، انا بتكلم لمصلحتك. انت ايه جاي تطلع يا راجل انت؟ يا باشمهندس عاوزنا نمشي. يلا يلا ماشي يا عم. انت جاي تطلع عفريت ولا تقرا فاتحه يا باشمهندس؟ عشان ابقى فاهم بس. لا بس يا جماعه عشان جاي. ايوه ايوه. بتخافي؟ بخاف. بسم الله ما شاء الله. ايه ايه امسك. انا خايف. ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه بتخافي؟ بسم الله. ايه اللي بتعمله ده؟ خاف على البنت حصنها. وكيل بعد اذنك يا وكيل، عدي يومك يا باشمهندس. بص قدام. بص قدام. ايوه بسم الله. احضر عليها واوعى تاذيها، دي في حمايتي. بلاش انت. ليه؟ مش مستريح لك. مش مستريح. استنى. بص يا ماما قدام. ايوه. ايه ده؟ بيقلب ايه؟ هعيدها تاني كده. يا ست ما تنطقيش. بتعوص ايدك. وايدك في سم. شايفه حاجه؟ لا مش شايفه حاجه. الاسياد عمتها. يا عيني ايه؟ عيني ايه يا ابن الكذاب انت؟ انت اللي خدت. مش انت اللي مغبي عينيها بايدك؟ يلا يا موهوم. ما امرت الله حس ايدك. يلا يا موهوم. موهوم بص يا بنت قدامك. كذاب قوي. هاتي ايدك. تشتمي راجل قد ابوكي. خلاص خليه يسكت. شدي ايدك اهو. مالك؟ مش قادرة. سماعي عيلتك. مالك؟ مش قادرة. الأسياد شلتها، دي صغننة. دي صغننة إيه؟ زعلان علينا؟ أنت عندك كام وجه؟ النين. كفاية واحدة. النبي يا حاج، ده شغلي أنا فاهم فيه أكتر منك. تعالي. أيوة احضر عليها من أهل البيت. الاسم باريم. لا مريم. أنا عارف أنت ببلدهم باريم، سافرتي هناك أنت؟ ليه مسكومين كلهم؟ يتنيلوا. بص قدام. أيوة. سن فوق العشرين، الطول تحت الارض. بلاش انت. انا مش باين من الارض، خليها على الله. التعبان بيرزق في الشجره. ايوه. بسم الله.
يلا بقى ما تقرفناش، دور عليها هتلاقيها، هي قليلة سفيفة لا ترى بالعين المجردة. مين قالك؟ أحسن أحسن، لا ترى بالعين المجردة. يراها أي كفيف. إيه؟ سقفوا عليه، سقفوا معاه. لا يا باشمهندس. أيوه الصوت جاي من فوق يا حاج. فين؟ يا أخ تقريبا بتوع الصيانة، مبروك. صيانة إيه؟ يا كاف إيه يا إيه ده؟ إيه؟ وأنت الدهية اشتغل. يا الله احضر عليه وأوعى تأذيه، أنا في حمايته. أيوة من أهل البيت، من أعمدة الفيلا، تربى وترعرع في غابات السافانا، يتغذى على الطائرات المخطوفة. أنت بتتكلم بجد؟ إيه اللي حصل؟ جوارة. أنا؟ ايه؟ جوارة بسرعة. هم عايزين ياخدوني تاني؟ لا مش انت جدها يا بوزك. ايوه قول لهم الشكر والدبيحة عندي. جات ايه؟ مش انت جدها يا واعي شوية، خد رزقك. مش انت احدفها سكرو، انا مالي. ايوه هاتوا الحلة، هاتوا الحلة كلكم، روحي وانا كمان. يلا حاضر، بكرة الساعة 6. ايه 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 ده الرطيس احنا. ايه ولا حصل؟ ايه اللي حصل؟ ولا حاجه. روح هات الحله، ما احنا جبناها ثاني. ما الحله ايه؟ روح ودوها ودوها. ترن يا بيه حكم الاسياد، روح ودوها. اسياد مين؟ روح روح يا عم الدفا. روح هات الحله، روح معانا. ما تروحيش تجيب الحله دي، تيجي معانا خدها. يلا يبقى هاتيها بكره الساعه 6. الراجل ده عينه زيغه. هاتوا الحله يا بيه، احترمنا عيب. ده شويه فانتازيه اللي كان فيه حاجات خفت عليكم تشوفوها. لا ما تخافش عليا يا عيب، احترمني عشان انا غبي. حاضر. مش كيس مشوق واقف جنبك انا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مساء الخير. ايه ده؟ ايه عفرته هنا؟ استوى هو عنب. ابعد عفرته معانا يا حاج. هنا؟ ايوه متاكد؟ ايوه يا ابو جنيه وربع يا معفن. مش عايزين نبدا بالشر. ايوه بسم الله. يلا يا ابني زي زمان، لا تاذينا ولا ناذيك. الله 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 الله. انت فين انت؟ ايوه ايوه لا تاذينا ولا ناذيك. الله الله. عودوني عودوني. ده فين؟ وانا بحضر عمرو دياب. اوف. ايوه ايوه. يلا يا عفروتو يا حاج. نعم. عفروتو هيدخل في جسمي انا. طيب هنعمل له دقه زار هطرده من جسمي. طب ما تخليه في جسمك. هو انا مش بني ادم ليه؟ حرام عليك. بسم الله. بسم الله. يلا يا عفروتو يلا ادخل في جسمي، ادخل من الركب. ركب؟ ايوه على اساس انها اقرب حاجه. مش يلا كلنا ركبنا مع بعض يا اهل الخير. ايوه يلا نقي يا بابا، ركب كتير قدامك. اتنين حريمي وتلاتة رجالي وتنين. فعلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه فرفر بقى ده نازل جوه. يا ناس ابوس ايديك. ايه ايه بتعمل ايه؟ بيعجبني قوي. بصي ارجعي بقى جدايا في خدك. يلا يا ابني جاهزين؟ جاهزين؟ ايوه بسم الله الله اكبر. عفريت مجنون وههد الكون ولا 100 مليون يتحدوني. لا تقول جاكي شان وحبيب بقى.